اتفضل القهوة بسرعة كده. بسرعة يا مو صلاح، ده انا بقالي ساعتين طالبها. ايه يوسف، ايه يوسف، ما تبقاش قاسي عليها كده. ده كفايه ان هي بسم الله ما شاء الله عليها منوره الشركه النهارده وعامله مشاريب وحاجات زومبا. انا عايز حاجه تفوقني. لا يا زومبا، هو مش قصده كده، دي لبنى مراته هي اللي بتفوقه بالطريقه دي. بس ما بنقولش كده. انا زومبا، انا قصدي عايز حاجه اشربها تفوقني. انت طفل؟ لا. ضيف؟ لا برضه. مريض؟ لا. اعمل لنفسك. ايه يا عم ده؟ ايه؟ معلش يا زومبا، طيب عشان خاطر انا اعمل له قهوة. حاضر. وانت مش ناوي تلغي بقى الاوبشن ان هما ما بيسمعوش كلام انا بالذات ده؟ انا مالي يا عم، هما اللي مستهفئينك. بقول لك ايه، الكلاينت بيتصل، شكله وصل تحت. طب رد رد. عايزك تركز بقى في الشغلانه دي عشان ما تضيعش. ها؟ زومبا بقول لك تعالي. تيجي ترتاحي كده وتبسطي كده، انت بتتعبيش؟ ما بتعبش. شيخ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، تحسدي نفسك. بقول لك ايه، هو لذيذ فين؟ في البيت. هو كويس طيب؟ اه. طب بقول لك يا زومبا، يعني كنت عايزه اخد رايك في حاجه، يعني مش احنا بنات زي بعض؟ لا زومبا ما تقوليش كده على نفسك، يعني لو على فرق السن يعني فانت كده كده مش باين عليكي وقمر. هاها عجبا. عسل عسل يا زومبا. بقول لك هو لذيذ مرتبط؟ يعني بتشوفه بيتكلم في التليفون بالليل، بيكلم بنات، بيصرف في التليفون بالليل؟ اه. ايه؟ مع مين؟ مع الفايلات الخاصة بالعملاء الحاليين. زومبا ركزي معايا، مش قصدي كده. انا يعني بصراحة يعني كده حاسه يعني من ناحيته في حاجه حب. زومبا خضتيني، انت احرجتيني جدا بجد. اه الصراحه حب، انا حاسه ان انا بحب لذيذ، بس هو يعني تفتكر ان هو مرتبط؟ اه. ايه؟ مرتبط بمين؟ يوسف. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.